السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا أشكر الله وأحمده على أن من علي بأن أكون بينكم في هذا الملتقى العلمي بعنوان Dentistry Online Scientific Days. طبعا سأتحدث اليوم عن موضوع يهم طلبة طب الأسنان. طبعا لله الحمد الأطباء لديهم الخبرة الكافية في هذه المواضيع، ولكن أردت أن أسلط الأضواء عليها لأدعم أيضا مجموعة الطلاب المشاركين معنا في المؤتمر. وأشكر بقية الزملاء الذين سيغطوا المواضيع السريرية التي تهم أطباء الأسنان. طبعا محاضرتي لهذا اليوم هي بعنوان Basic Endodontics for Undergraduate Students، أي علم مداوات الجذور الأساسي فيما يتعلق بطلاب طب الأسنان. طبعا يجب أن نركز في هذا الموضوع على العديد من النقاط. ستلاحظون أن محاضرتي هي عبارة عن نقاط مأخوذة من أساسيات طب الأسنان، ابتداء بالإنسترومنت، انتقالا إلى ما يسمى بالاكسس كافيتي بريباريشن، الايرورز ديورينج اكسس كافيتي بريباريشن، ثم الى الكليننج اند شيبينج فيما يتعلق بالوركينج لينكس، في الى ما هنالك سنمر عليها تباعا. طبعا لن نغطي مواضيع كثيره كموضوع الاوبتريشن، موضوع البروسيجرال ايرورز، طبعا هذه لها مواضيع اخرى، واشكر الزملاء الذين ستحدثوا على جزء منها. طبعا كثير من الاطباء الاسنان او طلاب طب الاسنان لا يستخدمون ما يسمى دي جي 16 او الاندودونتيك اكسبلورر، المسبر اللبي الذي له نهايتان حادتان في الطرفين، يستخدم لتحديد مداخل الاقنيه الجذريه. بالنسبه لنا نعتبره انسترومنت او اداه مهمه يجب على كل طالب طب اسنان ان يتعرف عليها وان يستخدمها خلال عمله، to locate the orifices of root canals، ليحدد مداخل الأقنية الجذرية. النقطة الثانية أيضا موضوع السبريدر، نلاحظ أن بعض الطلبة يقومون بعمل obturation باختيارات خاطئة للسبريدرز وبتسميات خاطئة أيضا. فمثلا أن السبريدر يجب أن يطلق عليه رقم 1 2 3 4 5 6 وليس size 15 20 25 30 35 or 40. أيضا من الأشياء المهمة أن يصل السبريدر الذي ستقوم به بعملية حشو الأقنية الجذرية بتقنية ما يسمى التكثيف الجانبي أو lateral compaction، يجب أن نضع ما يسمى ماستر ابيكال كون أو قمع الجتابيركا الرئيسي، ويجب أن نختار السبريدر الذي يدخل بجانب هذا القمع ويصل قبل الفول وركينج لينث بواحد إلى 2 مليمتر، أي حتى نبدأ بعملية root canal obturation بتقنية التكثيف الجانبي يجب أن نحدد أولا ما يسمى master apical cone، ثم فيما بعد يجب أن نحدد ما يسمى spreader. السبريدر الصحيح هو السبريدر الذي يحقق وصول مع قمع الجتابيركا الرئيسي الماستر ابيكال كون الى قبل 1 ل 2 ملم من الفول وركينج لينث او من كامل الطول العامل. باربد بروتش عبارة عن أداة تستخدم لاستئصال اللب أو ما يسمى Vital Pulp Extirpation، طبعا هذا كان الهدف الأساسي منها. ثم فيما بعد تم تحقيق استخدامات أخرى مثل ما يسمى Loosing or Loosen Necrotic Debris، أي أنها تقوم ب فك النسج المتموتة وإزالة البيبر بوينت وإزالة الكوتون بيلت من داخل القناة الجذرية. طبعا بعض المدارس توجهت الآن إلى عدم استخدام الباربد بروتش ما عدا في حالات الأقنية التي تكون مستقيمة وواسعة. بالنسبة لنا يجب أن ننبه أن الباربد بروتش isn't designed to cut or machine the dentin، أي أنها غير مصممة لقطع الدنتين، وهي سهلة الكسر في حال عدم الاستخدام الجيد لها. الآن سأنتقل إلى ما يسمى technique of use أو طريقة الاستخدام. طبعا المراجع تقول يجب إدخال الباربت بروتش إلى الفول working length أو close to full working length until
طبعا شرط until you feel resistance. When you feel resistance, rotate. I want to add a small sentence between to feel resistance and rotate. أي أود أن أضيف معلومة صغيرة. عندما تشعر بمقاومة اسحب البارد بروتش بمعدل نص مليمتر وبعدها اعمل دوران clockwise rotation، دوران باتجاه عقارب الساعة حتى لا يحدث لدينا الكسر. الهيدستروم فايل من الفايلات التي يستخدمها البعض بطريقة خاطئة، لا نفضل استخدامه في المرحلة الأولى من القراءة الأقنية الجذرية أو ما يسمى root canal negotiation. لا يفضل استخدامه في الأقنية الضيقة في البداية لسهولة كسره، لأننا أحيانا نحتاج إلى حركات دورانية ما يسمى watch winding motion، الحركة الدورانية يمين الحركة الدورانية يسار with apical pressure or apical pressure. هذا لا يمكن أن نقوم به مع ال H file، لذا نتجه إلى ال K file. طبعا ميزات ال H file أنه more aggressive، أكثر قطعا من الكي فايل. النقطة المهمة هو خوفنا من انكسار الفايل في هذه النقاط التي تسمى weakness point. weakness point نقاط الضعف. المجموعة الصغيرة التي لا يلقي لها بالا الكثير من أطباء الأسنان وهي مهمة جدا في حالة الأقنية الضيقة وفي حالة bypassing of the broken instrument إلى ما هنالك، أو التحديد length working length determination في الأقنية المنحنية، أو استخدامه كما يسمى بتنسيفاي أو تحضير ما يسمى glide bath. الآن لنفترض أن لدينا ثنية علوية upper central incisor طولها مثلا 25 مليمتر، فالفايل بدون الرابر ستوبر قد يكون كامل طوله من الهاندل حتى التب 25 مليمتر فرضا، هذا طول الستاندردايز والسن طوله 25. فأنا في هذه الحالة يجب أن أزيل الربر ستوبر حتى أحصل على طول معدني فعال 25 مليمتر. لذا تم تصميم فايلات قصيرة وفايلات طويلة 21, 25 and 31 مليمتر. فلو كان طول السن بين الواحد والعشرين والخمسة وعشرين يفضل أن أستخدم الخمسة وعشرين مليمتر، لو كان الطول يتجاوز الخمسة وعشرين أستخدم الواحد وثلاثين مليمتر. أي نقصد بالطول هو طول الجزء المعدني من الهاندل وحتى نهاية الفايل أو tip of the file. الجيتسجلدن من الأدوات الذكية التي حافظت على نفسها لفترة طويلة من الزمن وما زالت تستخدم حتى الآن، هي عبارة عن مجموعة من ستة أدوات من هذا الشكل الذي نلاحظه هنا. هذا هو tip of Getzegleden elliptical shape أو ما يسمى الشكل الإهليلجي with safety tip، نهاية غير قاطعة non-cutting tip. لهذه الانسترومنت طولين 28 مليمتر و 32 مليمتر. طبعا نميز هذه الأدوات عن بعضها من خلال عدد الحلقات الموجودة على الهاندل، فنقول مثلا Getzegleden number 2 if we have two grooves on the handle of it. يجب أن تستخدم بسرعة 750 إلى 1500 دورة في الدقيقة أو RPM. موضوع التيبر، الفايل في هذه النقطة له قطر والفايل في هذه النقطة له قطر وهنا قطر، ولكن نلاحظ أن القطر في ازدياد. هذا الازدياد في القطر أو increasing in diameter we call it taper, increasing of diameter per 1 millimeter. في المانيوال فايلز الازدياد في القطر في كل ملي يزيد فقط معدل 2% من المليمتر 0.02 مليمتر. لذا نقول عن هذه الفايل أنها أو taper of these files is 0.02، بينما بعض الفايلات الروتري مثلا تزداد بمعدل 4% نسميها فايلات روتري تيبر 0.04، أحيانا تزداد 0.06، وبعض الفايلات we have a variable diameter increasing، أي أن التغير في القطر ليس ثابت، يعني لا يزيد معدل 4 4 4، فقد يزيد معدل 4 5 ثم ينتقل إلى 7 مثلا.
موضوع الأسنان التي تكون بهذا الشكل، هل نستطيع أن نعالجها أم لا؟ الربر دام لا يمكن تثبيته، هل نستغني عن الربر دام؟ هناك ما يسمى تقنية نعلمها للطلبة تسمى سبليت دام تكنيك، وهي إجراء ثقوب بحيث نشمل الأسنان المجاورة والجذر هذا الموجود هنا، ونقوم بوضع مادة عازلة فلوبل ريزن متوفرة بالأسواق بعديد من الأسماء لن نسوق لهذه المنتجات. يمكن استخدام الجلاس اي نومر، ميكست جلاس اي نومر او ميكسابل القابل للمزج بكبسولات، يمكن ان نحقنه على الحواف حتى نضمن عدم حدوث مايكرو ليكج. الان لو اردنا ان ندرس قليلا بموضوع المورفولوجي، نقسم البلب الى قسمين، قسم موجود في الكراون او التاج ويسمى كورونال بلب، وقسم موجود في الروت ويسمى ريديكولار بلب. القسم الموجود في الكراون او التاج قسمين، بلب تشامبر الكتله الرئيسيه ذا مين بلك هو البلب تشامبر، ويوجد ما يسمى القرون او البلب هورنز هذا في اللب التاجي او الكورونال بلب. اما في اللب الجذري لدينا القناه الرئيسيه، لدينا اقنيه اكسسوري، طبعا الاكسسوري كانلز هي اقنيه جانبيه قد تكون أفقية قد تكون عمودية قد تكون في الثلث التاجي المتوسط الذروي أو ما يسمى الأبيكال ثيرد ميدل ثيرد أند كورونال ثيرد، قد تكون في أي مكان من هذه الأماكن. طبعا هنا لدينا مثلا فتحة جانبية أولى فورامن وبينهما ما يسمى بالأبيكال دلتا. عندما يكون لدي تشعبات أكثر من اثنتان، تشعبات كثيرة، يطلق عليها البعض ما يسمى راميفيكيشن. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته الروت كانال الكورنال بالب والراديكولار بالب بالب هورنز بالب تشامبر ان ذي كورنال اند روت كانال اكسسوري كانال ان راديكولار بالب. الاكسسوري كانال باي ديفينيشن اتس ا مينيت كانلز اي اقنيه دقيقه. طبعا ذا موست اور ذا موست بيرسنتج اور ذا هايست بيرسنتج اوف اكسسوري كانلز اتس اباوت 73.5 which refer to the apical third accessory canals. اي أن لدينا نسبة حوالي 73% من الأقنية الأقنية الأكسسوري أو الإضافية موجودة في الأبيكال ثيرد، الأقل منها في الميدل ثيرد، والبين الرقمين السابقين in the cervical or cervical third we have 15.1%. نقطة جيدة ويجب أن ننوه إليها أيضا، الآن عندما نحضر access cavity أو حفرة المدخل وأريد أن أبحث عن الأقنية الصغيرة جدا أو الضيقة، كيف أقدر هل أنا بحاجة إلى أن أمتد أكثر في access cavity أم أن هذا access cavity كافي ويجب أن أبحث داخل هذه الحفرة عن الأقنية الجانبية. المهم أن تركز على هذا القانون، واحد من قوانين ثمانية بموضوع access cavity preparation سأتحدث عنها لاحقا. The pulpit chamber floor is always darker in color than the walls. الجدران تكون بلون فاتح، الدنتين نقصد، والفلور يكون بلون غامق. الآن عندما تبدأ بتوسيع الفلور فسيظهر عاج أو دنتين بلون فاتح. هنا ستلاحظ أن هناك منطقة غامقة dark ومنطقة محيطية حول هذا الفلور بلون فاتح، مما يدل على أن الطبيب أو الطالب قد قام بما يسمى over extension وهو خطأ. هل هناك أهمية لموضوع final restoration or the temporary restoration or temporary filling materials؟ يجب أن تكون بعد إنهائك مثلا الجلسة الأولى للمريض يجب أن تقوم بوضع ترميم at least 3.5 millimeter of temporary filling من الحشو المؤقت، لأن أقل من هذه السماكة يمكن أن يحدث لها كسر وبالتالي يزداد المايكرو ليكج وسيحدث لدينا ما يسمى bacterial contamination. الآن بعد أن درسنا الأناتومي، درسنا الإنسترومنت، درسنا المورفولوجي، ننتقل إلى الأدوات التي تستخدم في تحضير حفرة المدخل أو ما يسمى access cavity preparation instruments.
نحتاج إلى مثلا هذه الأدوات التي نشاهدها من اليسار إلى اليمين، صغيرة متوسط الحجم وكبيرة. هذه تسمى endodontic crown bears أو سنابل تحضير. حفرة المدخل الدائرية ترقم برقم 2 في اليمين، 4 في الوسط، و 6 في عفوا 2 هنا، 4 6 تستخدم لتحضير حفرة المدخل. طبعا البعض يستخدم الراوند بير فقط في تحديد او رسم شكل اول يسمى initial outline of access cavity. البعض يلجأ اليها لحدوث penetrating the root canal or the pulpit chamber roof، اي يحدث ثقب في سقف حجرة اللب. البعض يقوم باستخدام الراوند بير وهي بوضعية طبعا عدم الدوران، تستخدم كأندو كإكسبلورر، فعندما تحضر الحفرة المدخل تدخل من سقف الحجرة اللبية أو ما يسمى دي روفينج للتحقق من وجود بقايا من هذا السقف. يمكن أن أستخدمها وهي بوضعية عدم الدوران، أستخدمها كإكسبلورر ثم أقوم بإزالة هذه الزوائد. البعض يستخدم الراوند بير في كامل عملية الدي روفينج. الآن في حال أنك استخدمت الراوند بير فقط في عملية البنتريشن أو الدخول الأولي إلى الحجرة اللبية أو البلبت شامبر، يجب أن تقوم بعمل إكستنشن بما يسمى إندوزيد. It may be carpied with safety tip and this is the important point or diamond bear with safety tip. In this case we will use it for de-roofing. If we depend on the round bear in all stages or steps of excavative preparation, the use of endoset bear or this bear only to make a smoothing of the wall. احيانا تضطر لاختراق ترميم معدني، تاج معدني الى اخره، ففي هذه الحاله نستخدم ما يسمى ترانس ميتال بير. الآن الكثير من الطلاب يسألون كيف نجري حفرة مدخل أو access cavity للأبر سنترال انسايزر أو الأبر لاترال انسايزر. يجب هناك طرق كثيرة، يمكن أن نرسم خطان عموديان two vertical lines and two horizontal lines بحيث نقسم الكراون من جهة اللسان أو من جهة اللينجوال إلى أقسام متساوية. طبعا تقاطع الخطوط سيحدث لدي هنا مربع مركزي، هذا المربع المركزي يمكن أرسم بداخله تراينجل، هذا هو الشكل النهائي للأكس كافيتي. لكن كيف نبدأ؟ نأخذ السينجولوم، ندخل أعلى من هذا السينجولوم براوند بير، هنا السينجولوم، هنا أعلى من السينجولوم، ندخل perpendicular to the lingual surface عمودي على السطح اللساني، ندخل فقط 2 مليمتر، ثم نغير اتجاه البير بحيث تصبح متوازية مع اللونج اكسس اوف ذا توث حتى الوصول الى البالبت شامبر. هنا نبدأ بعملية الدي روفينج بالراوند بير. لاحظ هنا ان الراوند بير استخدمت as an endo explorer، فهنا عندما تريد ان تسحبها فيحدث كاتش او ريزيستنس، وبالتالي مضطر ان تدير الراوند بير تجعلها تدور وتزيل هذا المثلث. النقطة التي يغفل عنها الكثير ويمكن أن تؤدي إلى أخطاء، عندما يدخل الفايل في هذا الاتجاه سيدخل بشكل منحني. كيف أجعل الفايل يدخل بشكل مستقيم؟ يجب أن أدخل خلف السنجولم وأزيل هذه المنطقة التي تسمى lingual shoulder. It's a prominence of dentine behind the cingulum. It may extend 2-3 millimeter inside the root canal. يعني أن هذا البروز من العاج قد يمتد 2 إلى 3 ملي داخل إلى ما بعد الأورفس داخل القناة الجذرية. هنا بعض الأشكال التي توضح النقاط التي يجب أن ندخل فيها في تحضير حفرة المدخل وما أهمية هذه النقاط. مثلا المكزيلاري بريمولر، if we are talking about the first maxillary premolar، في هذه الحالة نأخذ خط من الكسب تيب of buccal cusp tip and palatal or lingual cusp tip. هنا نقطة مهمة تحدث خلاف دائما، كلمة lingual surface يجوز أن تستخدم في palatal أيضا، وهذا بعض الأطباء قد يوبخ بعض الطلبة مثلا أو بعض الزملاء ويقول له لا تستخدم lingual في الأبر. طبعا بعض كثير من مراجع الأناتومي المشهورة، أتوقع يسمى وولفر مثلا، يقول أن اللينجوال سيرفس
يسمى أن البالاتال سيرفيس هو أيضا يسمى لينجوال سيرفيس. هذه نقطة خارج عن الموضوع لكنها ضرورية. نرسم خط بين الكاسب تيبس وفي وفي تقاطع هذا الخط مع السنترال جروف هنا نبدأ بإما إحدى الطريقتين لتحضير حفرة المدخل، إما أن أدخل مباشر بشكل عمودي على السطح وحتى أحدث بنتريشن حتى أحدث إكسبوجر في البلب تشامبر وبعدها أقوم بالتوسيع باكولينجوالي أو فيشيولينجوالي، أو أن البعض يرسم شكل صغير أوفل شيب ويقوم بتفريغ هذا الشكل حتى يصل إلى البلب تشامبر. الطريقتين صحيحتين، لكن الطريقة المشكلة في الطريقة طريقة الرسم أن لا ترسم كامل الأكسس كافيتي المتوقع لأنه قد تكون قمت بأوفر إكستنشن مما يؤثر على جودة المعالجة. مثلا بما أننا نتكلم في موضوع الأبر نأخذ الأبر مولر. مثلا الأبر مولر يجب أن نحترم نقطتين مهمتين هي ما يسمى ميزيال مارجنال ريدج أند أوبليك ريدج. ما هو الأوبليك ريدج؟ الأوبليك ريدج هو عبارة عن الارتفاع المينائي الذي يصل بين الميزيو بالاتال أند ديستوباكال كاسب. لا يجوز اختراقه لكن في بعض الحالات نضطر أن نزيل جزء صغير منه، ولا يجوز أن نمتد إلى الميزيال مارجينال ريدج لأنها ستؤدي إلى إضعافها. لا يجوز أن يصل الأكسس كافيتي إلى الكاسب تيبس مما يؤدي أيضا إلى إضعافها طبعا دون ضرورة. بالنسبة لللور بريمولر طبعا لدينا هنا مثلا هذا السكند بريمولر، هنا فيرست بريمولر، هنا مثلا نقطة الدخول الأولى تكون في منتصف اللينجوال انكلينيشن اوف باكال كاسب بينما هنا تكون في الثلث الأول. يجب أن ننتبه لموضوع الضواحك السفلية او اللور بريمولر أن يكون الدخول يحترم المحور او ما يسمى اللونج اكسس او ميلان ارتجان الاسنان او الكراونز. فبعض الاسنان بعض البريمولرز او البريمولرز تكون بميلان لساني وبالتالي انا لا ادخل بيربنديكولر تو ذا اوكلوزال سيرفيس بل يجب ان ادخل لا ادخل بارالل تو ذا لونج اكسس إنما أدخل مع الاتجاه الكراون حتى أصل إلى البالب تشامبر. بالنسبة لللور مولر يجب أن نرسم خطين بين الميزيو باكال كاسب تيب and ميزيولينجوال كاسب تيب وخط بين الديستو باكال and ديستولينجوال كاسب تيب، ويجب أن يكون الأكسس كافيتي بين هذه المنطقة. طبعا الدخول الأول يمكن أن يكون هنا، يمكن أن يكون في الحفرة المركزية أو ما يسمى السنترال بيت. ففي هذه النقطة يمكن أن نبدأ بعملية الاختراق إلى داخل القناة الجذرية. يجب أن ننسى أيضا أن هناك ديستال ثيرد، هذا الثلث يجب أن لا يمتد إليه الأكسس كافيتي لأنه لا يوجد فيه أيضا أساسا أقنية جذرية. هناك ما تحدثنا في الانتيريورز قلنا ان هناك ما يسمى لينجوال شولدر ويجب ان نزيله حتى يدخل الفايل بشكل مستقيم لنحقق ستريت لاين اكسس. في البوستيريور ايضا مداخل الاقنيه يوجد مثل هذه البروزات العاجيه او دنتينال اور دنتينال بروميننسز او البروزات من العاج يجب ان تسمى دنتن بلجز، يجب ان نزيلها باستخدام الجتس جلدن او باستخدام الاندوزيد. Challenging of access cavity preparation، هناك عديد من التحديات التي تواجهنا بالموضوع التوجه في الاكسس كافيتي. فبعض التيجان تكون مكسورة او مدمرة وبالتالي لا نعرف اتجاه اللونج اكسس اوف ذا توث، وبعض الاسنان قد يكون تم تعديل اشكالها بالفينيرز او الكراونز مثلا، فهنا يجب اجراء صور شعاعية وتحضير الاكسس كافيتي بشكل بطيء بحيث لا نقوم باختراقات لا مبرر لها وحدوث أضرار. إذن أي تعديل طرأ على التاج يجب أن يدرس بعناية حتى نحدد أين هو اللينجوال سيرفيس الأساسي، أين هو اللونج أكسس أوف ذا توث. هناك عدة طرق تستخدم لتحديد الأورفيسز في حال هناك كان صعوبة. هناك طريقة تسمى
مثلا بلو او مثلا بلو داي وهي صبغة اليود توضع في البلبت شامبر، ثم فيما بعد ذلك تغسل البلبت شامبر with solution normal saline، ثم نلاحظ ان النقاط الزرقاء تشير الى المداخل هذه الاقنية. طريقة ثانية ايضا يمكن استخدام ما يسمى chamber bubbles او فقاعات chamber bubbles. هذه الفقاعات من الصوديوم هايبوكلورايد، فعندما يحدث فوران او فقاعات فهذه الفقاعات تشير الى اماكن الأقنية الجذرية غالبا. وهناك طريقة تعتمد على البليدينج بوينتس، وهناك التقنيات الحديثة التي تستخدم السي بي سي تي او الكومبيم كومبيوتد توموغرافي لتحديد هذه الأقنية. قد ألجأ لتحضير حفرة المدخل من او الاكسس كافيتي من الباكل سيرفيس في حال كان السن مدمر مثلا من الباكل سيرفيس بشكل كبير، ولو قمنا من تحضيره من الناحية اللسانية سنؤدي الى الاضرار بالنسج، وهذا هو توجه الان حديث في بعض المدارس، يسمى سمارت اكسس كافيتي، يسمى نينجا اكسس كافيتي الى اخره. طبعا وهو موجود نحن نلجأ اليه في حالات وجود مثلا crowding and this tooth with the neighboring tooth، وبالتالي يصعب علينا الدخول من ناحية lingual. Errors. What are the errors in access cavity preparation؟ كطالب أنا ما الذي يمكن أن يحدث معي خلال access cavity preparation؟ يمكن أن يقوم الطالب بتحضير جائر gross over extension، تحضير زائد للaccess cavity. فهنا الأورفيسز، لكن هو لأنه لا يعرف تحديد الأورفيسز فقام بإزالة زائدة. هنا inadequate extension، امتداد غير كافي، هناك أورفيس مختفي. poor access placement، هنا تماما الأكسس في غير موضعه، اكتفى في هذه المنطقة ومثلا هو يجب أن يمتد يكون هنا فيذهب مثلا باتجاه الديستال وهو الأكسس يكون في اتجاه الميزيال. هذا خطأ شائع، هذه أشرت إليها في صورة في المنتدى او ملتقى او في دنتستري اونلاين جروب، وهي موضوع الخلط بين الاورفيسز وبين الاكسبوجرز. مثلا هنا لدينا ثلاثه نقط على سطح مستوي هي عباره عن اكسبوجرز وليست اورفيسز. كيف اميز الاورفيسز؟ تكلمنا هناك لون للفلور دارك، هناك جروف ديفلوبمنتال جروف تصل الأورفيسز ببعضها البعض، يجب أن لا نترك بقايا الأملغم أو زوائد من الأملغم من ترميم الأملغم السابق، بحيث لو انكسرت تسد لنا الروت كانال. Failure to remove the roof، في هذه الحالة يمكن أن نشبه هذه الحالة بهذه. هنا مثلا هذا السقف بقي منه هذا الجزء، فحدث أن لدي إكسبوجر، حدث لدي إكسبوجر عندما علما أن الأورفيس هنا في هذا المستوى. ننبه على أن الأكسس الأورفيسز قد تكون بمستوى السمنتو إنامل جانكشن، وبالتالي عندما تجد أن حفرة المدخل لديك هنا وأنت بعيد تماما عن السمنتو إنامل جانكشن، فهذه أيضا تشير إلى أنك لست في البلبت شامبر، مع ضرورة الانتباه إلى أن هناك حالات تسمى ريسيدد بلبت شامبر، يجب أن نكون حذرين في حالات الكالسيفايد وفي الحالات الأخرى. طبعا نستطيع أن نحدد هذه الأشياء مما يسمى pre-operative radiograph. It's very important to do a multi-angulated pre-operative radiograph. Overzealous tooth removal caused by improper bare angulation، توجه خاطئ غير الاتجاه الذي تكلمنا عنه مع المحور الطولي للسن. كراون كما تحدثنا قبل قليل، فينيرز أو كراون، يجب أن نجري صور حتى نعرف الاتجاه الحقيقي. فوركيشن، لو أخذنا الراوند بير ودخلنا بشكل مستمر فقد نصل إلى الفوركيشن أريا لأنها منطقة أعلى من المجاورات وبالتالي قد يحدث فيها الثقب. ليبيال بيرفوريشن من الأخطاء الشائعة. بالنسبة للور سنترال انسايزرز أند لاترالز أولسو، ناو not a very high percentage but it's we should respectable percentage of finding the second canal in anteriors and lower anteriors. وهنا تكمن أهمية المالتي أنجوليتد pre-operative radiographs.
هذه الصورة تشير إلى mandibular canine with two canals، أيضا lower canine في نسبة لا بأس بها، يمكن أن يوجد فيه قناة ثانية. اللور سنترال انسايزر كما في الابر سنترال انسايزر انتشر الحديث عن ما يسمى الـ MP2 او ميزوباكال 2. ايضا هناك نقطة لم يشار اليها كثيرا وهي ما يسمى ميد ميزيال ان لور اور ان مانديبولر فيرست مولر، ممكن ان نجد فيها ما يسمى ميد ميزيال MM بالاضافة للميزوباكال ان ميزيولينجوال. طبعا الديستال قد تكون قناة واحدة ويمكن أن تكون لدينا قناتين. بعض الطلبة قد يتفاجأ أنه لا يجد الشكل النموذجي الذي اعتاد عليه في مداخل الأقنية، فنقول أن هناك بعض الأشكال الشاذة مثل هذا الشكل أو ما يسمى سي شيب، فيمكن أن لا تجد أورفس 2-3، يمكن أن تجد الأورفسز في حرف سي. طبعا حرف السي هذا أو ما يسمى سي شيبت كانل هذا سندرسه، لديه تصانيف كثيرة حول توضع الأقنية، مثلا قناة هنا قناة هنا أو قناة طويلة فاصل ثم قناة صغيرة، المهم أن الأورفيسز يجمعها شكل حرف سي. تعتمد في الحشو وفي التنظيف على الإريجيشن، على new techniques in irrigation and new techniques on in obturation. ما هو الهدف الآن من الـ cleaning of root canal؟ What's the difference between shaving and cleaning or cleaning and shaving? Cleaning depends on the chemical materials which we call it irrigant، بينما الشيبينج يعتمد على الـ instruments سواء كانت manual or rotary files. The purpose of cleaning of the canal is to remove the microorganisms, necrotic debris and tissue to reduce the chance of further inflammation. يعني يجب أن نزيل microorganisms and necrotic debris حتى لا يحدث لدينا التهاب مستقبلي. طبعا يجب أن نضع في الحسبان irrigant can't reduce the irritants totally but it can eliminate it can't eliminate but it can reduce it. لا تستطيع الإزالة، it can't eliminate it totally but it can reduce it، وهذا مهم أن نقلل عدد المايكرو أورجانيزمز إلى أكثر حد ممكن. Indicators to assess cleaning، كيف تقيم أنك أنت وصلت للمرحلة مرحلة التنظيف الجيد؟ يجب أن تحصل على ما يسمى glassy smooth walls، سطوح زجاجية ليس عليها دبري، ليس عليها soft tissue أو ما يسمى مخلفات عملية الميكانيكال فيس الذي يسمى preparation أو shaving of the root canal. Clean dentinal or dentinal shavings الذي هو عندما تغسل الأقنية الجذرية يخرج السائل رائق صافي. Color of irrigant أيضا كما قلنا عندما يكون لون أسود فهناك مثلا أو لون ملون أو معكر، فيعني أن لدينا باقي هناك فضلات داخل القناة يجب إزالتها. من المعايير التي يعتمد عليها البعض canal enlargement 3 file sizes beyond the first instrument to bind، أي أنه يجب أن نحضر القناة الجذرية 3 قياسات أكبر من الفايل الأول الذي يصل إلى الفول working length أو قريب منه، سأشرحه بعد قليل. هنا لدينا الانيشال دياميتر وهنا لدينا مثلا الفاينل دياميتر. الاعتماد في التحضير الأقنية على ما يسمى الانيشال دياميتر. كيف احدد الانيشال دياميتر؟ ناخذ فايل مثلا سايز 15 ونضعه داخل قناة جذرية على الطول الذي حددناه وما يسمى working length، فنجد ان الفايل مثلا يصل الى 21 مليمتر والقناة طولها حسب التحديد الخاص بنا هو 21 مليمتر، وهذا الفايل لو ضغطته بالإصبع يتوقف على الطول ولا يتجاوز الأبكس، فأعتمده initial file. في حال عدم تحقيقه بالفايل size 15 أنتقل إلى الفايل size 20 وكذا إلى آخره حتى أحصل على فايل يصل إلى full working length or close to it and bind with the root canal root canal walls. يعني يجب أن نأخذ فايل يصل إلى الطول العامل أو قريبا منه ولا يتجاوز الأبكس. كيف أعرف أنه تجاوز الأبكس؟ من خلال اطلاعي
على ما يسمى الربر ستوبر. بعد أن أحدد هذا الفايل أحضر القناة، وسع القناة بثلاث إلى خمس فايلات أكبر منه. ما الذي يحدد عدد الفايلات ثلاثة إلى خمسة؟ الأناتومي، تشريح القناة. إذا كانت severely curved يمكن أن أكتفي بثلاث فايلات، وإذا كانت necrotic قد ألجأ إلى زيادة عدد الفايلات لضمان إزالة أكبر قدر ممكن من المايكرو أورجانيزمز. طبعا هنا نعود أن البعض يقول سأعمل ست فايلات أو سبع فايلات أو المشكلة أنك فعلا تزيد التنظيف، ولكنك أيضا قد تؤثر على الوولز، قد يكون لدينا كيرفيتشر، قد تؤدي إلى ما يسمى بيرفوريشن أو ترانسبورتيشن، زيبينج، ليج، وهذه المصطلحات سنتحدث عنها بمحاضرة تسمى بروسيجرال ايرورز. هذا الكلام أيضا قد يسأل البعض ما الذي أيضا يمكن أن يؤثر على عدد الفايلات أو على التحضير الأقنية الجذرية. نقول له Pre-operative root dimension, initial diameter, operation technique. في حال كنا سنقوم بعملية حشو القناة الجذرية باللاترال كوندنسيشن، قبل قليل ذكرت أن السبريدر يجب أن يصل مع الماستر كون، يجب أن يصل قبل 1 إلى 2 مليمتر قبل الفول وركينج لينث. في حال استخدمت تقنية تكثيف العمودي فإنني أستخدم بلاجر، طبعا تكثيف العمودي أي استخدام الحرارة، ففي هذه الحالة يجب أن يصل قبل 3 إلى 5 ميلي من الكوركتد وركينج لينث، أي عندما ندخل السبريدر للتجربة يجب أن أحصل على السبريدر يصل قبل الفول وركينج لينث مثلا إلى هذه النقطة قبل 3 إلى 5 مليمتر. الكثير من المدارس الآن تتوجه إلى التركيز على موضوع needles of irrigation، كيف ما هي شروط needles إلى آخره. يجب أن ننبه إلى ملاحظة في هذا السياق أن irrigants are unable to reach the apical portion of the root canal if the canal isn't enlarged to a number 35 or 45. إذا لم توسع القناة إلى size 35 أو 40 فغالبا لن يحدث هناك ما يسأل irrigation كافي للأبيكال ثيرد. أبيكال بتنسي أو ما يسمى بتنسي فايل هو عبارة عن small size، فرضا initial file size 15 أخذ مثلا size 8 or size 10 as a بتنسي فايل حتى أتأكد خلال عملية تحضير الأقنية أو root canal preparation أن الكنال مستمر سالكة حتى النهاية. طبعا إذا كان طول working length يساوي 25 فإن طول البتنسي فايل يجب أن يكون 25.5 أو 26 مليمتر. الألتراسونيك واستخداماتها موضوع كبير جدا نركز فيه على شيء يهمنا في الإندو، وهو ما يسمى الاكتيفيشن أوف إيريجانس أو ما يسمى بأكواستيك ستريمينج. أكواستيك ستريمينج أشبه ببركة الماء عندما نرمي فيها حصى فنشاهد تشكل ويفز أو أمواج، والألتراسونيك كذلك نتيجة الاهتزاز يقوم بعمل هذه الأمواج ويسمى Acoustic Streaming. الانيشال فايل تحدثت عنه قبل قليل وكيفية تحديده، يجب أن نأخذ Small Size ونبدأ بSize 15 مثلا، ففي هذه الحالة نشاهد أن الرابر ستوبر في مكانها، الفايل وصل إلى Full Working Length. لو ضغطت على هذا الفايل يجب أن لا تنزل الرابر ستوبر، أو هذا يعني نزول الرابر ستوبر يعني أن الفايل قد تجاوز الأبكس وهذا خطأ. Danger zone and safety zone it's a very important terms in endodontics. يجب أن نميز أن المناطق القريبة من الفوركيشن يكون فيها الدنتين very thin وبالتالي تسمى danger zone، والمناطق البعيدة تسمى bulky zone or safety zone. هنا danger zone، هنا bulky or safety zone. Three types of apical configuration. لدينا ما يسمى apical stop وهو or apical seat وهو الشكل الذي يجب أن يحدث لدينا نتيجة التحضير النظامي فنحصل على apical seat هو الذي ستتوقف عليه مواد الobturation. أحيانا أتجاوز هذه المنطقة نتيجة خطأ ما فأوسعها مثلا حتى file size 40 فرضا ويخرج الفايل ويكون هناك زيادة، في هذه الحالة أضطر أن أخذ فايلين أو two sizes larger than the involved file أو الفايل الذي تسبب بالمشكلة
أنقص من الطول أو الworking length 2 مليمتر، ثم أستخدم الفايلات لعمل منطقة جديدة للتوقف تسمى apical stop. يمكن أن تكون manual ويمكن أن تكون صنعية، كأن نضع سدادات مثلا. open apex هنا في هذه الحالة هناك خلاف، البعض يقول لو أن الفايل سايز 80 توقف هنا فهي open، فهي ليست open apex. أما لو أن الفايل 90 مثلا أو 80 تجاوز هذه المنطقة فهذه تصنف تحت اسم open apex. General considerations in cleaning and shaping. Initial kernel exploration only with small files. لا يجوز البدء بتحديد أو قراءة الأقنية الجذرية باستخدام فايلات كبيرة. Files are always manipulated inside kernel with irrigant and lubricant. يجب أن تستخدم أو يتم تحضير هذه الأقنية باستخدام irrigation باستخدام lubrication. Copious irrigation is used between each instrument. Don't forget, it's the most important part of root canal instrument cleaning and shaping is to make a copious irrigation, أي إرواء غزير. Coronal pre-flaring, also don't forget to remove the irregularities at the orifice of the root canal. Apical enlargement is done with an apical to coronal flaring. الworking length، تحديد الworking length، يجب أن لا تكون الربر ستوبر بهذه الوضعية المائلة، يجب أن لا يكون لدينا سطح مائل كرفرنس بوينت أو نقطة مرجعية، يجب أن تكون بسطح أفقي واضح. قراءة الربر ستوبر هذه مهمة للطلبة، لا يجيد قراءة الانسترومنت أو الأطوال على المسطرة أو الاندودونتيك رولر. يجب أن ننبه إذا أنت وضعت الربر ستوبر هنا ثم وضعت التب على النقطة مثلا هنا الربر ستوبر على الصفر مثلا وتريد الطول 15، يجب أن يكون التب أوف ذا فايل هنا. إذا المسافة بين التب أوف ذا فايل أو الربر ستوبر هي الطول الحقيقي الذي يكون قد سجل على هذه الانسترومنت. مثلا هذه الربر ستوبر في وضعية الصفر والنهاية في وضعية مثلا 20 21 22، وبالتالي أنا أكون قد أخذت working length 22 مليمتر. المهم أيضا متى أين سأتوقف عن في أي طول أو في أي مكان نتوقف في cleaning and shaving والobturation. المراجع تقول before 0.5 to 1 millimeter from the apical foramen، وهو ما يسمى apical constriction. apical constriction التضيق الذروي. التقنية الشعاعية في تحديد الworking length مهمة جدا. ففي مع حتى لو استخدمنا الابكس لوكيتر تعتبر كونفيرماتيف او كونفيرماتيف تكنيك، تقنيه تاكيديه. هل يجب ان نحترم موضوع البون ريزوربشن بون اند روت ريزوربشن؟ نعم، فلو كان لدينا السن بالوضعيه الطبيعيه يمكن ان نتوقف في الكليننج اند شيفينج قبل الراديوغرافيك ابكس بواحد من نص لواحد مليمتر. في حال كان لدينا بون ريزوربشن only نتوقف قبل 1.5 ملي. في حال كان لدينا bone and root resorption ففي هذه الحالة يجب أن نتوقف قبل 2 ملليمتر من الراديوغرافيك apex. irrigation، كثيرا نسمع عن موضوع الصوديوم هايبوكلورايد، يجب أن نركز على نقطة جوهرية وهي أن high concentration allow better tissue dissolution but dissolve both necrotic and vital tissue. The high concentration يحل ما يسمى نسج الحية ونسج المتموتة، بينما low concentration يحل أيضا بشكل رئيسي mainly necrotic tissue. Minimally removes dentin debris or smear layer. إنما التركيز الأساسي ال NAOCL على حل البروتين أو ال organic components. يجب أن نتجنب الصوديوم هايبوكلورايد أن يتجاوز الأبكس. ما هي الطرق منع الصوديوم هايبوكلورايد أن يتجاوز الأبكس؟ يجب ممكن أن نستخدم اللاترالي بيرفوريتد نيدلز. هناك بعض أنواع النيدل لديها فتحات جانبية وليست في الذروة. التقنيات الاندوفاك وإلى آخره، هناك بعض التقنيات السائل يدخل إلى هنا ثم هناك ما يسمى بالشفط أو السحب يسحب السوليوشن.
يجب أن لا يكون هناك engagement بين الوولز والنيدل، لا يجب أن لا تحشر النيدل حشر، ويجب أن لا يتم الضغط، وبالتالي pressureless injection الحقن بدون ضغط. هذه النتيجة تورم في الشفة أحيانا like ecchymosis مثل منطقة الكدمات أو مناطق التدمي هنا، وأحيانا الامتداد التورم، أحيانا هنا حول الجفون حسب السن الذي تجاوزت منه الصوديوم هايبوكلورايد. بعض الحالات تكتفي بمسكن، بعض الحالات تحتاج إلى hospitalization لأن بعض المرضى قد يحدث لديه الصوديوم هايبوكلورايد أليرجي أو الحساسية، وبالتالي يضطر إلى إعطائه أنتيهستامين أو الأنتي أليرجي دراجز في المشفى. طبعا هذا كله ذكرناه. Avoid forceful injection، ليس هناك حقن عنيف. Avoid specially designed needles laterally perforated. Rubber stopper، بعض الأطباء يمكن أن يستخدم الرابر stopper لتحديد الطول. Chlorhexidine أيضا مادة ثانية تستخدم في الirrigation. Advantages of chlorhexidine: it's a broad spectrum antimicrobial activity، فعالية مضادة للبكتيريا واسعة الطيف. Provide a sustained action، لها longest lasting activity or effect، تأثير طويل الأمد. Little toxicity، سمية أقل. It's more effective than an AO cell against Enterococcus faecalis. طبعا الانتركوكس فيكاليس أو ما يسمى الـ EF microorganisms تعتبر كجملة مقارنة في موضوع الإيريجانت، فكثير من المواد تقاس بقدرتها على قتل هذه البكتيريا المعندة. 5.25% of NaOCl action is same as 2% chlorhexidine، يعني الفعالية في 5.25 من NaOCl تعادل 2% كلورهكسيدين when used as combination. طبعا البعض يحاول أن يستخدم المادتين مع بعض. Didn't improve the antimicrobial activity of chlorhexidine، لم تحسن فعالية الكلورهكسيدين، يعني لو أضفنا NaOCl للكلورهكسيدين فعالية الكلورهكسيدين ستبقى كما هي، لن تتحسن. النورمال سنين الذي يصر البعض على استخدامه حتى الآن هو عبارة عن it has no antimicrobial effect، it has no ability to dissolve valuable organic component. Advantages of it: it's safe، فقط أنها آمنة. لذا لماذا نستخدم النورمال سنين؟ يمكن نستخدم الماء العادي. سمير لاير، ما هي السمير لاير؟ السمير لاير هي عبارة عن ال الدبري الشيفينج الموجودة على الوولز. طبعا سمكة السمير لاير من 1 إلى 5 مايكرون الثيكنس اوف ات. طبعا السمير لاير تحتوي على المكونات كما قلنا اورجانيك اند ان اورجانيك، لذلك يجب ان يعاد تعامل بمواد تحل الاورجانيك والان اورجانيك كومبوننتس. فمثلا كيف نزيل السمير لاير؟ او في حال فشلنا في ازالة السمير لاير ما الذي سيحدث؟ allow bacteria to remain in the kennel system and grows، انت تركت الميكرو أورغانيزمز داخل القناة الجذرية. Impair the adaptation of the root canal filling، بعض المواد الروت كانال فيلينج تعتمد بخواصها على الارتباط مع الدنتينال أو دنتينال تيوبيولز، وبالتالي طالما هناك طبقة سمير لير لن يكون هناك اختراق لمواد الحشو. Smear layer interferes with action and effectiveness of root canal irrigant، أيضا يمكن أن تعطل بعض أنواع الإيريجانت. How to remove a smear layer؟ Removal of smear layer is best achieved by irrigating the canal with 17% EDITA for 1 minute. إذن يجب أن نغسل القناة بواحد دقيقة واحدة بالEDITA A، أو البعض يقولها يقول EDTA 17%، followed by final rinse with an AOCl is the recommended method. يعني بعد أن نغسل دقيقة نقوم بغسل بالصوديوم هايبوكلورايد. طبعا الإيديتا سيؤثر على الانورجانيك كومبوننت، وسيقوم الانيوسيل بتولي مهمة solving and removing of organic components or tissue elements. هذه صورة في اليسار توضح صورة رقم A أو number A letter A here، صورة قبل إزالة سمير لير، وهنا بعد إزالة سمير لير نلاحظ الدنتينال أو دنتينال tubules opened. في موضوع الأشعة هناك ظاهرة شعاعية أيضا لأخوة الطلاب مهمة جدا، أن هناك لدينا هنا translucency، هنا radiobacity،
اختفاء تام للكنل. لو أجرينا الصورة بهذا الاتجاه نشاهد أن الكنل كانت واحدة انقسمت إلى اثنتان، bifurcation أو انقسام للكنل الكنل، وهذا ما نطلق عليه باسم fast break phenomenon. It's a radiographic phenomenon. طبعا radiographic phenomenon depending on the anatomy، يعني الـ ليس الظاهرة بسبب سوء تصوير الأشعة إنما بسبب تشريحي معين. proper radiograph، البعض يسأل ما هي صورة الأشعة الصحيحة العادية، طبعا نتحدث عن conventional radiograph. the tooth in of a question should be in the center of the film، أي أن السن الذي تستهدف تصويره يجب أن يكون في مركز الفيلم. at least 3 millimeter of pubic bone must be visible beyond the apex of the tooth، تحت ذروة السن يجب أن يكون هناك 3 ملم من العظم حتى نقيم فيما إذا كان هناك pubic lesion أو لا. as anatomically correct as possible، أي أن تحافظ الصورة على الأطوال الحقيقية وتكون خالية من التشوه قدر الإمكان، أي ليس هناك فيها elongation or foreshortening، ليس هناك فيها تطاول أو تقاصر. هنا لدينا تقنيتان لتصوير البرابيكال راديوغراف. التقنية الأولى تسمى بارلينك تكنيك، بحيث يكون الفيلم والسن متوازيان وتأتي الأشعة عمودية على الاثنان. طبعا هذه الطريقة تقدم لنا أطوالا تقريبية من الأطوال الحقيقية، قريبة جدا، أقل تشوها، لأن غالبا في البارلينك تكنيك نعتمد أيضا على ما يسمى فيلم هولدر حتى نحقق وضعية التوازي، وهي غير موجودة في البايسكتنج تكنيك التي ستحدث عنها بعد قليل. أيضا تقلل نسب تراكب الزايجوماتيك بروسس على الابيسز أو ابيسز، وهو جمع ابيكس of maxillary first molar. هذه صورة البايسكتنج، فيلم يضعه المريض ويسنده بالإصبع، ومع السن يصنع هذا الفيلم زاوية حادة. نأخذ منصف الزاوية ثم نأتي بالأشعة عمودية على هذا المنصف، وهذه تسمى البايسكتينج تكنيك. من الأهمية من الأشياء المهمة للراديوغرافي in endodontics is to differentiate between the landmarks and lesions. في هذه الحالة مثلا lower premolars لدينا هنا مثلا نقاط، مثلا هل هذه mental foramen أم هل هذه pubic lesion. الآن في حال إجرائنا تصويرا بالإزاحة، أي shifting باتجاه الديستال أو shifting باتجاه الميزيال، وهذه الليجن أو الراديولوسنسي بقيت مرتبطة مع الأبكس، فهذا يعني أن منشأ هذا الليجن من السن نفسه، وبالتالي أودونتوجينيك، وبالتالي هي ليست لاندماركس. في حال أن هذه النقطة مرة تتحرك إلى الميزيال، مرة تتحرك للديستال اعتمادا على زاوية التصوير، فهذا يعني أنها لاندمارك وليست أودونتوجينيك. لا ننسى أيضا موضوع مهم، وهو موضوع الـ vitality. أيضا عندما تشاهد ليجن فيجب أن تجرف حيوية لفحص حيوية أو اختبار الـ vitality test. اللامينا ديورا وهي عبارة عن cortical bone cribriform أو عظم مثقب ثقوب بسيطة كثيف، طبعا compact bone محيط بجذور الأسنان يربط بينه وبين الأسنان ما يسمى ligament أو البردنشم. طبعا هذه الصفيحة قد تتأثر لعوامل، فقد تمتص أحيانا، أحيانا تتقطع، وهنا أحيانا نلاحظ هنا توسع في النهاية، فهذا توسع في البردنتال ligament. هنا نشاهد condensing في العظم. طبعا هذه كلها مظاهر شعاعية سنتحدث عنها أيضا في التفصيل لاحقا. مثلا هنا الامتصاص، هذا الامتصاص العظمي الكبير، السن لا يوجد فيه أعراض، لا يوجد فتحة خارجية للقيح إلى الجنجيفا، تسمى asymptomatic apical periodontitis، أي التهاب الرباط حول السني أو حول الذروة اللا عرضي، أو يسمى بعض يسميه chronic والبعض يسميه asymptomatic. هنا لدينا condensing osteitis. الكوندنسينج اوستايتس غالبا رياكشن من العظم على تموت القناة العصب داخل القناة. قديما كان ينظر إليه على أنه شيء مخيف وقد يلجأ إلى جراحات و لكن الحقيقة تبين أن مجرد علاج القناة قد يؤدي إلى ريسولفينج أو ديسولفينج، انحلال أو هيلينج. الوايدنج بريدنتال ليجمنت يفسر على أنه أحد اثنين، إما أن السن نيكروتيك، هذه نقطة،
طيب في حال كان السن vital ولدينا هذا التوسع ماذا يفسر؟ يمكن أن يفسر على أنه traumatic occlusion أو ما يسمى premature occlusion. هناك رد إطباقي على هذا السن. ما هو رد الإطباقي؟ أن هناك نقطة عالية من restoration أو هناك خلل في الإطباق mal occlusion يؤدي إلى العض المستمر على هذا السن أكثر من غيره من الأسنان. سنتحدث عن أخيرا عن slope technique وهي تقنية shifting. سواء هنا تصوير دايركت على الأبر بريمولر مثلا سيؤدي إلى تراكب superimposition overlap of buccal and lingual canal. يجب أن نقوم بإجراء تصوير إما ميزيالي بزاوية 20 درجة أو ديستالي بزاوية 20. الآن هناك مخطط صور شرعية مثلا لنفترض أن هذه الحالة هي أبر بريمولر. لنفترض أن لدي 2 canals، في واحدة من القنوات لدي مثلا فايل مكسور وفي الأخرى لدي obturation. كيف أميز أين الفايل المكسور بدون أن أفتح السن مثلا؟ هنا مثلا أخذ هذا قمع الأشعة التصوير الرئيسي سيؤدي كما قلنا لسوبر امبوزيشن. الآن لو بدأت أحرك الأشعة مثلا في هذا الاتجاه اتجاه السهم مثلا، نلاحظ أن الفايل انفصل بالاتجاه البعيد عن الأشعة وبالتالي هو في البكل، والجاتا بيركا مع الأشعة وبالتالي هي في اللينجوال، لذا يسمى same lingual أي الذي يتحرك في نفس جهتي same lingual. opposite buccal الذي يتحرك وهو الفايل بعيدا هو buccal same lingual opposite buccal، لذا تسمى slope technique. slope هي الأحرف الأولى من same lingual opposite buccal. الآن لو عدنا إلى وضعية الصفر هنا superimposition. الآن لو بدأت أتحرك في الجهة الأخرى نلاحظ أن الفايل قد خرج بعيدا أيضا عن الأشعة وبالتالي هذا يؤكد أنه same lingual في نفس جهة الأشعة هو الobturation، وفي الجهة البعيدة الذي ذهب إليها الفايل هو البكل. إذن البكل هو الذي يذهب بعيدا عن الأشعة والباليتال هو الذي يبقى في جهة الأشعة. أتمنى من الله أن أكون قد وفقت في تقديم شيء لطلاب طب الأسنان. أشكر لكم اهتمامكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.